إذن هذه الصورة الأولى يحط القائد محرز رافعا كأس أمم إفريقيا، وهو الآن ينزل من على مصعد الطائرة ومعه الطاقم الفني واللاعبين، وفي استقبالهم كما تشاهدون على الصورة. أهلا بالكأس الإفريقية بأرض الجزائر. هنا نشاهد الوزير الأول يستقبل اللاعبين، وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية، ووزير الشباب والرياضة. وهذا الآن القائد المايسترو جمال بن ماضي في لقاء حار مع الطاقم الذي تم استقبالهم بمطاره وبمدينة الدولي. هذه الصور التي تشاهدونها هي صور حصرية ليأتي في زوم الجزائري. ونشكر بالمناسبة مروحية الجيش الوطني الشعبي التي رافقت الأمن الوطني، هذه الصور لمروحية الأمن الوطني التي رافقت هذا الحدث بهذا النقل المباشر والحصري. هي أجواء تبقى خالدة في الرياضة، في تاريخ الرياضة الجزائرية. استقبال حار لأبطال الجزائر، اللاعبين وكل الطاقم الفني الذي عمل لمدة ماراثونية من أجل إنجاح هذا الحدث والظفر بالسيدة الكأس. وبالمناسبة هي تهنئة خاصة لكل من ساهم في إدخال البهجة والفرحة إلى قلوب الجزائريين بهذا التتويج القاري الهام بعد 29 سنة. أعيد نذكر أن هذه الصور الحصرية هي التلفزيون الجزائري، نشكر فيها مروحية الأمن الوطني التي رافقت هذا الحدث بهذا النقل المباشر وسهرت على إنجاحه. هذا المشهد سوف يبقى خالدا. إذن السيدة الكأس هنا بالجزائر، وسيفرح بها الشعب الجزائري قاطبة، وهو الذي عبر عن فرحته البارحة، وهذه الفرحة ما تزال متواصلة عبر كامل التراب الوطني. وهذه الآن الصور لوصول دائما قلنا الفريق الوطني محارب الصحراء